FM. الكلمة ليك اليوم. السؤال سهل برشا. غنيت أم كلثوم اللي تعديت ناس كان حاضرة بليل نبيل عندك سمحني، ولكن نجم نعديو منها إكستري واحد آخر. اليوم غنيت أم كلثوم قلنا استعملت في سيتكوم تونسي معروف جدا، سيتكوم تعمل عام 1968 وبعد هاي ولا الموسيقى الفيلم ألف ليلة وليلة. ماشي. ألف ليلة وليلة المقطع استعمل في سيري معروفة برشا، تعاملت عام 1968، بطولة زهرة فايزة، صالح المهدي، محمد بن علي، حبيب الحارث، سلوى محمد، أحسن الخلسي، فاطمة البحري، عبد السلام البش، عزيم بريكا، منجية تبوبي. وبنجاح هذايا يجي عبد الرزاق الحمامي ومخرج كبير تونسي معروف يعمل فيلم اسمه متراكي ناس مليح عام 70، ومن بعد ديك الممثلين هذوما الكل شاركوا في الانسبكتور طاهر، وهو فيلم معروف تزيري وتصور حتى في تونس. به الاغنيه قلنا استعملت دخل هذه استعملت في اغنيه ومتراكي في الجينيريك، اما بدلوا حاجات، ثم اصوات تزادت في الاغنيه. نسمعوا الفيرسيون بتاع الجينيريك ترهنا بين ماما تراكي ناس مليح محمد بن علي. سيتي تركي ناس ملاح. ناس ملاح؟ ناس ملاح. ها؟ خالتي تركي؟ فلا هذا أمي تراكي ناس مليح، وتعدى في رمضان، وكان أول سيت كوم تونس تعدى في رمضان. سيبا الأحسن الجعابي مرحبا بيك. بيك عايش. فيسا الإجابة كانت تقريبا سهلة برشا. قعدت برشا نخمم فيها باش عرفتها. قد سجون ده اثنين. هذي تلمو اللي جاب ربي نجيت قريب للساعة للراديو. للراديو. هاي قلت من تقريبا انا هو سمع عرفت من الاول. موسيقى مشهوره برشا في تونس، ما ثمش حد ما يعرفش الاغنيه هذه ما عدا صغار. خد سمعت شويه في الراديو، ثم اللي ما يعرفش كمان قاعد لو جم الكبار في العمر، وانت مش كبير برشا ما خلطت نورمالمون. فما ملاحظه باش نقولها تفضل جوست على الاغنيه هذه. ما كنتش نعرف اللي هي اغنيه ام كلثوم. اها داكورد. يعني نسمع الجينيريك نتاع متراكي وتعرف الغناية ونعرف الغناية بالكدا، أما الدخلة نتاعها أما الدخلة باش نعرفها اللي هي نتاع أم كلثوم ما كنتش نعرفها. اليوم اكتشفت لحكي. لا مش تمام كمان مش اليوم. أما لا أليبوك وقت نتفرج في المسلسل ما كنتش نعرف اللي هذيك نتاع أم كلثوم. أم تراكي ناس مليح، والحاج كلوف، ومرتي عايشة الراجل، وبرشا اللي ستكون هذوما والواحد حتى في الراديو بين راديو بين تلفزيون. لا مو برشا تونس والله تعرف هي احسن حاجه لو كانوا وليو يعملوا دو طون دو طون فلاش كيما هكا يتعدى حاجات كيما يعاودوا يعاودوا في رمضان عملوا في الوطنيه الثانيه. ممكن يتفرج مع العائله، ثم مسلسلات اولاد مفيده وكاميرا كاشي والصندوق، ما تلقاش وقت باش تفرج في الحاجه اللي تحب انت. نعرفش هذا فكره نجم يكون والله العظيم، خاطر باش ترجع حاجات للذاكرة يعني. حتى الناس مش الجيناسيون الجديدة ما حتى تقعد القدم شوية. انت مع الستة سمعتهم كلفهم سمعتهم الدخلة سمعتها على الغناية جاتهم متراكي في مخك ديجا ديريكتومو ولا ما كنتش تخمم وقتها سمعتها عادي جدا؟ سؤال يعني قلت وقت اللي قلت فما سؤال يعني زعما قلت يعني على الغناية صعيب شوية. قلت دي سؤال راهو سهل ياسر قلت سهل ياسر مالا شنو باش تطلع كي قال كي قلت مسلسل تونسي ديريكت اسمع راني كي قعدنا نعاود قلت بربي فاش قام تعاود تسال الحكايه اش بك متعاود وتعاود في الاخر كيما قال نزار سهل ياسر السؤال بالحق لا اسهل من السهل سي بون معناها ما فماش اسهل من هكاك لا فريمون هو سيب الحسن شويه باش تقول اش بكم تعملوا وكل ولا تو هذا السؤال لا الحسن الجعايبي اللي ولد عم بوه الفاضل الجعايبي يعني ما عائله فنيه لا فما يعني بيان سور عندنا نوع نتاع الفكاهه وكل مرح هذاك موجود تصبوا فد ليكس بالاحسن داير والله مليانه صغير يعني تخبي تولي تخدم على مكانك حاشنا هكا والله سون بروبليم وبلاش فلوس مرحبا هذاك المطلوب هو داير. شكرا ليك سي بالاحسن، 1050 دينار على شكون تحب تسلم سي بالاحسن؟ والله على كل من يعرف بالاحسن الجعايبي
مرتي والاولاد ربي يفضلهم ربي يفضلهم لك نسلم عليهم الكل يعطيك الصحه مبروك عليك ال 50 دينار غدوه 50 دينار جديده في ولاد الكاب كاب افان الكلمه ليك